فيش دكتورة ست هنا؟ لا فيه. ماشي هستناها. تعالي يا دكتورة منار. السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضل. هو انت لازم تسمع؟ ممكن تمشي لو سمحت. انا عرفت ان بيتباع عندكم يعني حاجة كده مستوردة. ايه هو دواء؟ لا هو مش دواء. امال ايه؟ اصلا انا هتجوز. الف مبروك. الله يبارك فيك. فهمتي؟ لا انا اسفة ما فهمتش. مش تقولي عندي الهندي ب 480 وعندي تايلاندي ب 800 وفي حاجة صيني ب 300 جنيه. صيني صيني. سلام. وبعدين بقى يا بنتي فكي وشك حرام عليكي. ايه ده؟ فردي سحنتك بقى ده منظر عروسة ده؟ ده انت ولا اللي رايحة تقابل عشماوي. اضحكي يا ستي مثلي. ما تسكتي بقى يا غن. الله ما انت شايفه جوزها اللي ممدودش برين. مش دعوه بيها. ما تتريقيش على اختي فاهمه؟ وانت يا حبيبتي ما تخافيش وزي ما قلت لك بالظبط انت تعوزي وهو ينفذ. حستك عينك تعملي حاجه انت مش عايزاها فاهمه؟ يا اختي اهو جاي. يلا يا اختي يلا يلا. وبالمرة نلحق كمان نجيب بطاقتي وتودي للراجل فستان. طيب يا حبيبي. مساء الورد. ازيك يا عريس؟ زي الفل. عبالك عبالك. الله يخليك يا اخويا. النبي أمان عليك. البت البت بعناية. واحدة واحدة عليها يا اخويا. الله يرضى عليك. يلا يلا مع السلامة. طرقوني. مع السلامة يا اخويا. يلا يلا. انت بتتزوق على ايه؟ انا جايه لكم بكره الصبح. يا ويلا يلا بقى. ما تنساش تقفل الشبابيك يا مفضوح. يلا يا يا اختون فضحتينا. مبروك يا حلوة الحلوين كلهم. عسليه عسليه. تعالي تعالي خايفة ليه مالك؟ ما تخافيش. ايه مالك خايفة ليه؟ تاكلك؟ الليلة دي أسعد ليلة في حياتي. أنا عارف إن أنت ممكن تكوني مش مبسوطة. ما أنا بحس وبفهم برضو. مش زي ما أنت متخيلة. أنت عسلية. حاجة كبيرة أوي عندي. كتير قوي عليا. انا عمري ما اتمنيت من ربنا حاجه
ما تمنيتك. أنا من النهاردة مش هزعلك، هعمل لك كل اللي انت عايزاه. طلباتك أوامر هتتنفس. لو طلبت لبن العصفور هجيبهولك. أنا بقالي 20 سنة لا حد حبني ولا حد خاف عليا. آخر إيد طبطبت عليا كانت إيد أمي الله يرحمها. معنى الحنية نسيت ان انا بني ادم اصلا. انا مش وحش يا عسلين، انا مش وحش. عارفة انا دلوقتي اخش احضر لك العشاء، عارفه ليه؟ عشان افضل طول عمري اقول لكل الناس ان في ليله دخلتي حضرت العشاء لمراتي. عشان انا اتجوزت احلى ست في الدنيا. عسلية لولوز لولوز اختك على الباب، قومي افتحي لها. يا سلام. قومي افتحي لها وبعد كده تعالي نامي. يلا يلا حبيبتي يلا يلا. بقول لك ايه؟ ما تنفضي لها. لا ما يصحش اسيبها واقفه على الباب كده. لا نفضي لها ما تقف شويه. لازم افتح لها. ايه ده ايه ده؟ ايه الحلاوه دي؟ اللي يشوفك امبارح وانت خايفه ومرعوبه ودمك هربان ما يشوفكيش النهارده وانت منوره وزي القمر. بنت انت كويسه؟ طبعا فيري نايس. ما انت شايفه جمالها؟ ما احنا سيبناها امبارح عسليه رجعنا لقيناها برطمان مربى. تهدي يا اختي انت وهي بتغنوا وتردوا على بعض. انت مش هتضيفينا ولا هي بنت؟ ما تقومي تعملي لنا بقى شاي. بس بس اقعدي يا عسليه، في ايه؟ اللي عايز حاجه يقوم يعملها، المطبخ جوه عندكم. احنا قاعدين في بيتك يا فتون. هو انا جوزتها لمحامي ولا ايه دافع عنها؟ بس بس انتوا هتتخانقوا ولا ايه؟ قولي لي بس السكر والشاي فين وانا اعمل لكم احلى كوبايتين شاي. خليك انت، انا هقوم اعمل الشاي يا راشد. معلش بقى يا عروسه. ماشي. هو انت بداتها بمعلش؟ امال السنه الجايه هتقول ايه؟ هنيجي نجيبه من فوق الدولاب. ما تجيش في انت وهي. بقول لك ايه؟ معكش سجارة استباحة كده من بتوع فرح امبارح؟ لا سجارة ايه؟ أنا بطلت خلاص. يا راجل ده أنت امبارح كنت تولع الحجر، تولع منه سجارة، تطفيها، تشتغل خوابير. أنت هتعمل توبت عليا ولا مكمر الحشيش عشان تبيعه وتاخد فلوس؟ بس 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 الباكابورد اللي اتفتح ده. خد يا أختي السجارة، اتفضلي. أيوة كده. رجالة ما تجيش إلا بالسك. وانت سيب مين يفهم فيهم. اه بس بقول لك ايه، ده اخرنا خلاص، مفيش منه تاني. انا هبطل. طب
يا مبطل بقى. انا عايزه فلوس، اصلي قاعده عند غنوه يومين فمحتاجه فلوس. الله، طب ما ترجعي تقعدي في بيت يا سيدي. سيبها تقعد تغير جو يومين، واهو برضه تاخد راحتك انت والبيت. الله، مش انت الذكر بتاعنا، ما تدفع كيش. وانا قلت لك لا، مش هديك فلوس. انا بقول لك ارجعي اقعدي في بيتك. راشد عنده حق يا فتون، لازم ترجعي البيت. لا، ما عندوش حق يا اختي. ها، هتدفع ولا ايه؟ بس خلاص، وما يا بنت عسل هات المحفظه من جوه. حاضر يا اخويا. شايفه شاكمها ازاي؟ اه يا اخويا ذكر شاكم البيت وماشيه ايه. الله اكبر عليك. اسمعي لي يا ست البنات، خد يا ست الكل. ايه ده؟ انا عايزه 500. 500 عفريت لما ينططوه؟ نعم. 500 جنيه في يومين هتدفع ولا ايه؟ ما تقول. خدي ياخد عدوينك ان شاء الله. استبح بقى. انت خايف منها ولا ايه؟ لا، خايف ايه، انا بس اتفقت مع عسلين ان انا هبطل بعد الجواز، بس دي يعني استبحت الصباحيه بس. انا عارفه انك ممكن تغوي ابليس يا فتون، بس من هنا ورايح مالكيش دعوه براشد. والنبي مراتك عندها حق او المصحف. طب بقول لكم ايه يا جماعه، نستاذن احنا. يلا يا فتون اتاخرنا. اه يا اختي، نكملها على السلم. رايحين فين؟ اصب لكم الشاي. لا، اصل انا يا اختي ماليش في السهوكه اللي انتوا فيها دي. خلصوا السهوكه واشربوا الشاي، عشان انا مرارتي صعبه قوي، بيجي لي حموضه. مبروك يا راشد، مبروك يا عسلية. الله يبارك فيكم، شرفتوا ونورتوا. مع السلامة يا اختي. مبروك يا حبيبتي، ربنا يبارك فيك. مع السلامة. مع السلامة. ده هو نفس واحد بس. انا اقدر ازعلك برضه يا ست البنات؟ النهارده نفس واحد، بكره سجاره، وبعد كده نرجع لقديم. واحنا ما اتفقناش على كده يا راشد. صح صح، انت عندك حق، احنا ما اتفقناش على كده. هي المفروض تبقى قطعه بنهي على طول، وبعدين خلاص، ده هو يومين ثلاثه وانزل الشغل الجديد وانسى بقى كل القرف ده. معلش، حقك عليا، حقك عليا، عشان خاطر حته صغيره. انتوا زغنتوت، انتوا زغنتوت. تليفون. شو تليفون؟ الو. My darling, I'm so happy for you. مبروك. ربنا يبارك في حضرتك يا رب. انت اتجوزتي ليه؟ انت بتحبيه مش كده؟ كان اسمه I think الحسن، صح؟ No, I married another man. It's a long story. I will tell you when I meet you. خلاص يا حبيبتي. انت بتتريق بكافيت ولا ايه اللي بتقوليه؟ Enjoy yourself, ها؟ انبسطي. على فكرة جايبة لك حتة كادو هتعجبك جدا. ربنا يخليكي ليا. ماشي يا حبيبتي. اوكي، يلا باي. مع الف سلامه. ربنا يخليكي. مع السلامه. مع السلامه. ايه ده؟ ايه في ايه؟ مين؟ كنت بتكلمي مين؟ دي مدام سهى. سهى؟ سهى مين؟